مساكم الله بالخير ويا هلا ومرحبا فيكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده ومتجدده من برنامج ماسلز ريبيلدينج. حلقه اليوم راح نحكي فيها اكثر ونتشعب فيها اكثر في تمارين رياضه كمال الاجسام. كل هذا واكثر راح تتعرفون عليه من خلال حلقه اليوم مع الكابتن عبد اللطيف خان. قل لنا كابتن عبد اللطيف شنو عندك من جديد؟ تفضل. حياكم الله أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة. اليوم بنتكلم عن عضلة البيطان أو عضلة الظهر. اليوم بنتكلم عن عضلة البيطان بتمرين التيبار. راح نشرح تمرين التيبار وطريقة استخدام تمرين التيبار. أهم شيء شلون نستخدم الجهاز. الشيء الثاني راح نتكلم عن الفرق بين المسكات اللي موجودة بالجهاز اللي قدام. أهم شيء تركز عليه لما تستخدم الجهاز شلون أنا أرفع الوزن. هذا أهم شيء. أول شيء أنا لازم ما أرفع الوزن بالطريقة هذه. دائماً أنا إذا برفع وزن لازم أحمي ظهري وأحمي جسمي من أي إصابة. فأنا أنزل بالشكل هذا، ظهري سيده، الظهر سيده، الكتف لورا، أنزل رافع صدري، راسي فوق، نزلت أنا كأني نازل سكوات، نازل بريلي كامل. أمسك الوزن، أمسك الجهاز، أشد مفاصلي وأشد عضلات جسمي وأصعد بريلي. لحين أنا ما بلشت كذي، أنا أصعد أكون حامي ظهري من أو فقرات ظهري من أي إصابة لا سمح الله. فأنا هني هذه البداية شلون أنا أرفع الوزن. مرة ثانية نعيدها، راح أرفع بريلي وظهري سيده طول الوقت، ظهري سيده. الحين أنا ببلش التمرين. لما ببلش التمرين أخلي ثانية بمفصل الركبة وأنزل. إيش كثر أنزل أنا عشان ألعب التمرين هذا؟ أنزل شوية، أنزل أكثر. هني راح يفرق معانا الوضع الطبيعي، هذا نزول وألعب التمرين. أنا حاليا قاعد ألعب بمسكة ضيجة. لما أنزل أهم شيء أنا هني سويت الفرد الكامل، صار يطالع بعضلات البيطان أو عضلة البيطان. ما أحتاج أني أنزل زيادة كذي، راح أنزل أنا بشنو؟ بلوح الكتف. لوح الكتف لازم دائماً بمكانه. أنزل فرد كامل بعضلة البيطان، انبساط وصعد. قبل لا نتحكي عن المسكات أو نتكلم عن الفرق بين المسكات، خلنا نتعرف على الفرق بين درجة الميل. احنا قلنا ايش كثر انا انزل. اليوم انا عندي جهاز، هذا الجهاز هذا انا اتحكم بدرجة الميل. فانا كل ما قللت درجة الميل، نزلت زيادة، لازم انزل هم بمفصل الركبة، يعني انزل لتحت مفصل الركبة عشان انزل زيادة. ما انزل بالشكل هذا، لا، انزل كذي، انا زدت درجة الميل. كل ما نزلت زيادة كل ما صار التركيز على الجزء السفلي من عضلة البيطان. كل ما رفعت الميل زيادة كل ما نقلت التركيز من الجزء السفلي إلى اللي أعلى اللي أعلى اللي أعلى. إذا مصختها زيادة ولعبت بالشكل هذا راح أخلي التركيز على عضلة المثلثات. فأنا هني درجة الميل هي راح تحدد لي إذا أنا شغال على عضلة البيطان فوق الجزء العلوي منها أو السفلي. المسكات راح تفرق بطريقة ثانية. المسكات هني نفس فكرة أي جهاز أنا استخدمه، المسكة راح تحدد لي زاوية مفصل المرفق. فأنا لما أخذ المسكة الواسعة من الطبيعي إن مفصل المرفق وين راح يكون؟ راح يكون لبره. فلو صار مفصل المرفق لبره هني التركيز راح يكون على الجزء الخارجي من عضلة البيطان. لما اخذ المسكه الثانيه اللي اضيج
ايش راح يصير؟ راح يقرب المفصل اكثر من الجسم. فبالطريقه هذه راح استخدم او استهدف الجزء الوسطي من عضله البيطان. لما استخدم الاضيج راح ادش داخل واستخدم الجزء الداخلي من عضله البيطان. اذا خذيت المسكه المعكوسه نفس الشيء هذا راح يكون اضيج شيء. اقرب مسافه بين مفصل المرفق والجسم، فراح يكون التركيز الاكبر على الجزء الداخلي من عضله البيطان. ناخذ مثال عليهم كلهم واحده واحده. هذه الواسعه نشوف نلاحظ مفصل المرفق يكون لبرا، راسي على طول صدري لفوق، كتفي ما ينزل تحت، والعب التمرين. مفصل المرفق قاعد يطلع لبرا. هذه فيها كسره شويه، فالمفصل شوي مايل، بس بشكل عام لبرا. لما اخذ السيد هذه راح تكون اكثر لبرا. اذا باخذ الداخل الوسط المسكه الوسطيه اللي بينهم راح تخلي المسكه بالنص، فقلنا يركز على الجزء الوسطي من عضله البيطان. يعني لا داخلي لا خارجي بينهم. ناخذ الضيج. مفصل المرفق راح نشوفه قرب اكثر من الجذع. المعكوسه راح يكون اقرب واقرب من الجذع، فيركز على الجزء الداخلي. هذول المسكات الثلاثه، الفكره واحده تقريبا باجهزه التيبار بنفس الطريقه. درجه الميل راح تحدد لي اذا التركيز على الجزء العلوي او السفلي من عضله البيطان او الظهر. المسكات راح تحدد لي اذا انا على الجزء الخارجي او الجزء الداخلي من عضله البيطان. نصيحه اخواني لاعبين تدريبات القوه، هني المكان هذا نستفيد منه بتقويه العضلات، ونستفيد منه بتقويه الجسم، ونحافظ على قوه العضل ولياقتنا. فالمكان هذا مكان فائده مو مكان اصابه. ففي تمارين لازم تركز على ادائها، يعني هذا طريقه الرفعه وايد مهمه. الرفعه اللي تكلمنا عليها بالبدايه انه تنزل ظهري سيده على طول وصدري لفوق، هذه وايد مهمه، هذه اهم شيء ركز عليها ولا تنساها كل ما لعبت تمرين التيبا. يعطيكم العافيه ومشكورين، واتمنى استفدتم من نصيحه اليوم، ونشوفكم ان شاء الله بحلقه جديده. بشذي أعزائي المشاهدين كنا وصلنا وياكم لقفال حلقة اليوم، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا من التمارين الجميلة والكابتن عبد اللطيف خان. على أمل إن شاء الله نلتقي وياكم في حلقة جديدة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي وتحيات نصرة العمل، وفي أمان الله.